دقت ساعة الصفر وبدأت حقبة جديدة في حياته السياسية والاجتماعية. هو النائب والوزير السابق ميشيل سماحة المتهم بالتورط في قضايا أمنية، ففي توقيت لم يتوقعه أحد داهمت فجر الخميس وفي وقت واحد قوة من فرع المعلومات منزليه في الأشرفية وفي جوار المتن حيث كان يمضي ليلته. أعطي بضع دقائق ليرتدي ملابسه واقتيد بعدها إلى التحقيق في مركز فرع المعلومات في الأشرفية. هذا كله بناء على استنابة قضائية صادرة عن مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود. وقت اللي قرروا يفوتوا يبرموا بالبيت تحت الكنبيات وفوق وبالتضخيطة، طلبت وراء انه معك ورقة انت تقدر تعمل هيك؟ قال لي لا. قلت له انا ما بفوت اذا ما في ورق، ما انا خلع البيت. واخذوا 17 قصة، ما قبل يعطيني ورقة باللي اخذوه انه ما لي حق، وما قبلت امضي شهد المختار. واخذوا فيديو كاسيت فيديو واللابتوب تبعي وحديث من هالنوع. قضيه سياسيه طبعا، مش سميحه بيمثل فريق معين بالبلد وانا منتظره من هالفريق المعين بالبلد يتحرك. هي هونيك كلاشينكوف مجنزر عمره 100 سنه قاعد بخزينتي ومغطى بنايلون وطلع فيه قال بقلبه 57 ضرب، شيء من هالنوع. انا كنت معنا التفتيش يعني، بس فتشوا الاوض وفتشوا البيوت الحمامات، طلعوا على التدخيطي برموا البيت كله ما لقيوا شيء مهم. قرابة الخمس ساعات استغرقت عمليات البحث والتفتيش عن وثائق وأغراض لها علاقة بالتهمة التي استدعت توقيف سماحة. تخللها توقيف سائقه فارس بركات بعدما كان قد تم توقيف سكرتيرته واثنين من مرافقيه، هذا بالإضافة إلى مصادرة اثنين من سياراته من نوع مرسيدس وجيب شيروكي. خلال عمليات التفتيش كان قد سمح لعدد من الأصدقاء بالإضافة إلى عناصر ومسؤولين في الحزب القومي السوري بدخول المنزل، فأعرب عدد منهم عن رفضه للطريقة التي جرى فيها التوقيف. انه بعتقد انا ميشيل سماحة منه شخص مطلوب يعني من العداله يعني، ومنه شخص هربان متوارع عن الانظار يعني، لا يدهموه مثل ما بيدهموا العصابات، ما بدنا نسمي اي عصابات. بالتالي هذا موضوع اول شيء بيصير الريبه والشك حول الطريقه والاسلوب، وهذا بتصرف وزير العدل ووزير الداخليه انه يلعبوا دوره بهذا الموضوع ويحققوا انه ليش بده يصير تفتيش بلا مختار، ليش الدخول على غرف النوم، ليش ملتمين. بنشوف كيف بتصير التحقيقات وباي طبيعه بتصير واذا متوافقه للقانون. هذا في جوار المتن، اما في الاشرفيه فلم يختلف المشهد. هنا ايضا تواصلت عمليات تفتيش داخل الشقه عن اغراض قد تفيد التحقيق، وكان قد حضر المسؤول الاعلامي في حزب الله الشيخ محمد عفيف بالاضافه الى اللواء جميل السيد الذي منع من الدخول للضرورات الامنيه المتخذه.